المشاهد اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. كل عام وحضراتكم طيبين وبعود الايام علينا وعليكم بخير ورمضان كريم. كل يوم معانا سؤال من سيادتكم في احدى التعليقات اللي بتتم على كل الحلقات والريلز بتاعتنا. النهارده هيبقى ضيف حلقه النهارده احد مهندسين معي في المكتب، هيطرح عليا سؤال وهنجاوب لحضراتكم. محدش يطلع من الحلقه، لان كل ما بروح معاينه والاقي مشكله بقول يا ريت الناس دي كانت سمعت المعلومات وكانت استريحت. خليكم معايا. مهندس محمود، هندسه الاخبار جاي. سؤالنا النهارده كان في واحد كان عايز يعرف ايه المواد او ايه الحل في هو كان عايز يطلع، كان هو باني دورين وكان عايز يطلع دورين بس ايه بعد فتره كبيره، تمام، وعايز يعرف المواد او الحل للاسياخ اللي هو الرباط بتاع السلم او اللي بيكون في مصر كلها الناس بتكون سايباه، ايه الحل؟ عايز يعزله. انا هقول لكم على حاجه، انا عايزكم انتوا تطلعوا على سطحكم فوق كده وشوفوا، بصوا على كل البيوت اللي حواليكم هتلاقيها كلها مزرعه اشاير. واحد يقول لك ايه المشكله يعني؟ دي مأكسده. طب ما هي الأكسده دي هي بدايه التفاعل الكيميائي. انت يعني سيادتك لما تيجي بعد كده وتسيبها، وانا رحت وشفت حالات بنفسي، السوس كال السيخ من جوه. اللي عايز يترك المباني بتاعته بمجرد ما انه مش هيشتغل بعد يوم او يومين، سيادته يدهن بمادة زنك كل اطراف الحديد التي سوف تترك في الهواء. تمام؟ تمام هندسة، اشكركم. وان شاء الله يوميا هيبقى معانا سؤال مع احد المهندسين وهنقول اجاباته. الاسئلة دي اسئلتكم انتوا وتعليقاتكم انتوا. انتظرونا بكرة. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.